مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى جولة جديدة من برنامج صحافة المساء، نستعرض فيه أبرز ما أوردته الصحف المحلية والعربية والعالمية عن الشأن اليمني. نستهل جولتنا من موقع المهرية نت الذي سلط الضوء على الذكرى الأولى للقصف الذي تعرض له الجيش على أبواب مدينة عدن من قبل الطيران الإماراتي، حيث يصفها بأنها كانت لحظات مأساوية تحمل كميات هائلة من الوجع. يقول الموقع إن أنقى الجنود والضباط تم طعنهم وإحراق جثثهم وعرباتهم في خيانة غير مسبوقة من قبل طيران الإمارات، إذ سقط خلال ساعات فقط مئات الشهداء في حادثة لم تشهدها المنطقة منذ عقود. ولم تكتفي بذلك، بل بررت الإمارات بحسب الموقع بأن القوات التي استهدفتها كانت تشكل تهديدا لقوات التحالف، وزعمت بأنها قصفت تنظيمات إرهابية، ما أثار سخطا كبيرا وغضبا واسعا في اليمن، حيث طالب حينها الكثيرون بضرورة إخراج الإمارات من اليمن بقرار رسمي. الموقع لفت أن هذه الضربات عكست نوايا دولة الإمارات في استمرار دعمها لحلفائها في جنوب اليمن من أجل السيطرة على موارد البلاد في هذه المحافظات وبسط النفوذ على المطارات والموانئ. في السياق ذاته، موقع صحوة نت تحدث عن تنظيم قيادة اللواء 115 مشاة في مديرية لودر في أبين حفلا تأبينيا في الذكرى الأولى للشهداء الذين سقطوا جراء القصف الجوي الإماراتي في منطقة العلم شرق العاصمة المؤقتة عدن. قائد اللواء الأول حماية رئاسية العميد الركن سند الرهوة قال في كلمة له إن هذه الذكرى تأتي في ظل تحقيق الجيش الوطني انتصارات ومكاسب على الأرض، وأكد المشاركون في الحفل أن الجيش الوطني سيواصل أداء واجبه الوطني في حفظ وصون الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الجمهورية والوحدة تحت قيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة. أما موقع الخبر بوست فأورد تقريرا عن مطالبة ناشطين يمنيين بمحاسبة ومحاكمة الإمارات في المحاكم الدولية على جريمتها بحق الجيش اليمني، مؤكدين أنها لن تسقط بالتقادم. مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي قال في تغريدة له إن الشعب اليمني كان يظن أن الإمارات جاءت بدع الأخوة والعروبة والمصير الواحد، إلا أنه جاء لتنفيذ أجندة خاصة به ويسعى لبناء وهم إمبراطورية التوسع والتحكم بمصير الشعوب، مؤكدا أن الشعب لم ولن ينسى الشهداء. الصحفي والناشط يحيى قمع أكد أن جريمة قصف الجيش في أبين لن تسقط بالتقادم، مضيفا أنها سوف تبقى تطاردنا مدى الحياة إذا لم تتحقق العدالة. الصحفي أنيس منصور أشار أن هذه الجريمة من أبرز الجرائم التي وثقتها منظمات دولية ولن تمحى من ذاكرة الشعب اليمني ولن تسقط بالتقادم. موقع عدن نيوز من جهته نشر تقريرا عن إحياء اليمنيين لما أقدمت عليه دولة الإمارات من ارتكاب أفدح أخطائها وأكثر جرائمها خصة في المناطق في المنطقة، حيث قصفت الجيش اليمني على تخوم عدن. الموقع يقول إنه بينما كانت قوات الجيش في منطقة العلم متأهبة لدخول عدن، تسمر فيها اليمنيون أمام شاشات التلفاز لمتابعة لحظة إعلان تحرير عدن، إلا أن كل ذلك تغير في ظرف دقائق بعد قصف طيران الإمارات لقوات الجيش وقتل وجرح 300 جندي وضابط، وشكل الحادث وفقا للموقع صدمة من العيار الثقيل لكل اليمنيين في الداخل والخارج، وأحدث دويا واسعا على الساحة الإقليمية والدولية، حيث بدأت بعض الدول في مساءلة الإمارات حول مشروعية استمرار الحرب في اليمن
طالما أن الحكومة الشرعية باتت في مرمى نيران حلفائها. وعلى المستوى الشعبي انطلقت حملة إلكترونية منذ ساعات أعادت إحياء الذكرى الأليمة، حيث نشر مغردون عشرات الفيديوهات والصور التي تظهر فظاعة المشاهد بعد الغارات على قوات الجيش الوطني. لا تزال تداعيات التطبيع بين دولتي إسرائيل والإمارات تلقي بظلالها على الوضع المتأزم في اليمن، حيث نشر موقع ميدل إيست مونيتور تقريرا عن قيام الدولتين بإنشاء قاعدة تجسس في جزيرة سقطرى. يقول الموقع إن إسرائيل والإمارات تقومان بالاستعدادات اللوجستية كافة لإنشاء قواعد استخباراتية لجمع المعلومات من جميع أنحاء خليج عدن من باب المندب في جزيرة سقطرى جنوب اليمن الخاضعة لسيطرة الإمارات. وبحسب التقرير فقد وصل وفد من ضباط المخابرات الإسرائيلية والإماراتية إلى جزيرة سقطرى مؤخرا، واستطلعوا مواقع مختلفة لإنشاء القواعد الاستخباراتية المخططة لها. ووفقا للموقع فإن الغرض من هذه القاعدة سيكون جمع المعلومات الاستخباراتية في جميع أنحاء المنطقة. إلى صحيفة العربي الجديد التي نشرت في السياق أيضا عن وقوع باب المندب في مرمى المطامع بعد التطبيع الموقع بين الإمارات وإسرائيل. تقول الصحيفة إن اليمن أحد المحاور الرئيسية في التطبيع بين الدولتين للسيطرة على البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن وعلى مضيق باب المندب الذي يشرف على أهم الطرق الدولية. الصحيفة تضيف أن هناك حركة إماراتية واسعة منذ ما يزيد عن عامين بشكل خاص حول مضيق باب المندب وفي جزيرة ميون الاستراتيجية المطلة على المضيق، حيث تمثل في هذه الحركة في تكثيف الوجود العسكري وتنفيذ العديد من المشاريع. الباحث الاقتصادي سفيان جامل يقول للصحيفة إن مضيق باب المندب هو الرابط الذي يصل دولة الشرق بالأوروبا، لذلك تقوم الإمارات منذ بداية الحرب اليمنية بدور خفي واسع النطاق في الموانئ والسواحل والجزر اليمنية المحاذية للمضيق. وبالنظر للأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب كأحد أهم الممرات في التجارة الدولية، فهذا الموقع المتميز لليمن وفق تحليل الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي هو الضامن للحفاظ على مصالح دول الخليج الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية. موقع الجزيرة أورد خبرا عن خروج مظاهرات في كل من سقطرى وتعز للمطالبة بإنهاء الوجود الإماراتي في اليمن وللتنديد بالتطبيع الإماراتي مع إسرائيل. ووفقا للموقع فقد خرج المتظاهرون من مساجد عدة في محافظة أرخبيل سقطرى، وشارك معهم مواطنون من منطقة قعرى جنوب غربي الأرخبيل، حيث رفعوا شعارات دعت إلى إنهاء الوجود الإماراتي ضمن التحالف الذي تقوده السعودية. أما في تعز فندد المتظاهرون بدور الإمارات في بلادهم وطالبوا بإنهاء وجودها في التحالف تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى للمجزرة التي ارتكبتها سلاح الجو الإماراتي ضد قوات الجيش اليمني في مدخل عدن الشرقي، وراح ضحيتها نحو 300 ضابط وجندي. ولفت أن المتظاهرين طالبوا بعودة الرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومة الشرعية إلى البلاد وإدارة معركة تحرير ما تبقى من المحافظات بيد الجماعة الحوثي من الداخل. نشر موقع يمن مونيتور تقريرا عن انعدام السياسة المتسقة للاتحاد الأوروبي في اليمن، حيث أن خلافات الدول الأعضاء بشأن التعامل مع الحرب المستمرة منذ قرابة 6 سنوات بسبب أن اليمن لا تمثل أي أهمية بالنسبة لهذه الدول.
ويضيف الموقع في هذا التقرير الذي ترجمه يمن مونيتور من موقع فير أوبزرفايزر الأمريكي أن الاتحاد الأوروبي قدم مقاربة للصراع في اليمن تفتقر إلى التنسيق والتماسك. الموقع أكد أنه لا يمكن للدبلوماسية العامة للاتحاد الأوروبي في اليمن أن تنجح طالما أن سياستها تنقل صورة تتعارض مع الهوية التي يدعي الاتحاد الأوروبي أنها خاصة به. ولفت الكاتب أن من الملاحظ عدم وجود موقف أوروبي مشترك بشأن اليمن بعد 14 سبتمبر 2019 عندما تعرضت منشآت أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية لضربات جوية. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية برنامج صحافة المساء لهذا اليوم. إلى اللقاء.